يستخدم العديد من الأشخاص يدهم اليسرى بشكل أكبر من يدهم اليمنى في حياتهم اليومية، في الكتابة وتناول الطعام وحمل الأشياء. على الرغم من أن اليد اليمنى هي الأكثر شيوعاً في الأعمال اليومية، ولكن ما الفرق بين مستخدمي اليد اليمنى ومستخدمي اليد اليسرى؟ يقول العلماء أن العوامل الوراثية لا دخل لها في هذا الموضوع، ولكن الجينات هي من تتحكم بذلك، حيث بحسب دراسات أجراها بعض الخبراء أنه يوجد بعض الحيوانات يستخدمون اليد اليسرى بدلا من اليد اليمنى، أي أنه لا يقتصر الأمر على الإنسان فقط بل أيضا الحيوان. وبحسب الدراسات التي أجراها العلماء أنه إذا كانت المرأة الحامل في سن 40 تكون نسبة ولادة الطفل أيسر 40% من أولئك الحوامل تحت سن 40. وكشفت الدراسات أيضا أنه هناك رابط قوي بين الذكاء والشخص الأيسر، حيث أن معظم الأذكياء حول العالم يستخدمون النصف الأيسر من جسدهم، حتى أنهم يتناولون الطعام باستخدام الناحية اليسرى من الفك. وأبرز هؤلاء الذين استخدموا اليد اليسرى ألبرت أينشتاين ونابليون ولاعب كرة القدم الشهير ليونايل ميسي